طيب دكتور، هل لك أن تذكر لنا بعض الأعمال الدرامية أو المسرحية التي قمتم بتنفيذها على سبيل المثال؟ نعم، بفضل الله عز وجل منذ الصغر يعني أنتجنا العديد من الاسكتشات المسرحية، كانت تؤدى في المدرسة والجامعة وتؤدى في الأفراح الإسلامية الملتزمة. جميل وهنا أقول موقف واحد ثم أنتقل إلى العمل الرسمي. جميل يعني عندما كنت على رأس فرقة وكنت خريج شريعة وأنا خطيب في مساجد غزة، وبفضل الله عز وجل يعني يعرفنا الناس، وكنا نطوف بالفرقة أيضا، فرقة أفراح إسلامية ملتزمة، نطوف إلى الأفراح الملتزمة في المناطق، فالحواري الأحياء تعرفنا، ما شاء الله. مرة يراك البعض خطيب ويراك البعض ممثل في فرقة مسرحية تؤدي أدوار كوميدية مضحكة عشان يعني في أفراح نعم. تكون تناسب هذا المقام. فمرة في منطقة جديدة علينا ذهبت، إلى يوم الخميس كان، طيب ذهبنا نحيي فرح إسلامي، جميل. فكان لي دور كوميديان، يعني نوصل رسائل وقيم من خلال الابتسامة والضحك، فالناس ضحكت وانبسطت على الممثل الكوميدي سعد. وبعد الحفل طبعا جاءوا يسلموا علينا وما شاء الله ويتصوروا معانا، ويعني أضحكتنا كثيرا، وطبعا احنا كنا ننبسط كفرقة عندما نؤثر في الناس، جميل. لأن كنا نزرع قيم صحيح، ويعني لا نسعى لا لنجومية ولا نسعى أنه أنت ترضي الله تبارك وتعالى على هذا وتوفرون القدر، البديل أيضا، ونحن كبديل قوي ونعتبر حالنا الأصل وغيرنا البديل، ولكن كنا نمارس يعني الأمر بالفعل هو كسلاح بديل، نريد أن نطمس الباطل. جميل. فثاني يوم الجمعة كان عندي خطبة، فطبعا الفرح كان قريب من مسجد العريس الملتزم فيه العريس، وكانت خطبتي في هذا المسجد. يعني أهل الفرح حضروا الخطبة عندك؟ حضروا أول شيء، حضروا الحفلة، حضروا دور ممثل سعد الكوميديان. فذهبنا ثاني يوم لإلقاء الخطبة، وكنت بالمناسبة أخطب في البدلة، لم أكن أخطب في الدشداشة في الجلابية. فذهبت إلى نفس المسجد يعني أخطب الجمعة، وأول مرة كنت أخطب في المنطقة هذه. فعندما دخلت يعني قال لك ما هو معزوم على الغداء، احنا عندنا الوليمه تاعت الفرح. فبدات الناس تاتي تثني مره اخرى، ما شاء الله عليك الليله انبسطنا خالص، يعني افرحتنا ودورك كان مؤثر. فضحكت للان يفتكروك من عمر. أيوة. وصلي فجايين انه انا جاي اصلي واحضر الغداء الوليمه وامشي. طيب. فسلمت على الجميع وصافحتهم، بقي تقريبا يعني دقيقتين كده للأذان، فتقدمت نحو المحراب مكان الخطيب، فنظرت الجميع ينظر إلي، صليت الركعتين، فالمؤذن بتطلع بده الخطيب، ماذا يريد هذا الكوميديان؟ ما في خطيب. فأقول للمؤذن جاء الوقت، قال نعم يا أستاذ جاء الوقت لكن الخطيب ما جاء، قلت له أنا الخطيب. فانصدم، فأنا خرجت على المنبر السلام عليكم وأذن، و الحمد لله أنجزنا الخطبة، ونحمد الله تبارك وتعالى أنه الله تبارك وتعالى يعطينا توفيقا حتى في الخطابة. فعندما نزلنا فالناس في الخطبة يعني تأثرت وبكت، ما شاء الله. فبعض الأحباب هناك قال سبحان الله الليلة أضحكتنا والآن في الخطبة أبكيتنا، يعني كيف تجمع بين المتناقضين؟ فقلنا لهم نحن في الفن ليس لا نسعى للنجومية ولا الأجور، لأنه أصلا ما كانت بتجيب فلوس، كانت فقط تكلفة الأمر، ونحن كنا يعني شباب نقدم الشيء هي دعوة إلى الله تبارك وتعالى. ما شاء الله. نحن الله وفقنا على ثغرين. نعم. هل نحرم أنفسنا من أجور ثغر الخطابة وثغر الفن؟ طبعا لا، وبقينا إلى سنوات هكذا بفضل الله عز وجل. أما بعد ذلك في الإطار الرسمي قدمنا بفضل الله عز وجل يعني أوبريتات مسرحية عن القضية الفلسطينية، قدمنا عن النكبة، قدمنا عن الأسرى، قدمنا عن الأقصى، هذا أعمال مسرحية يعني على مركز رشاد الشوى الثقافي وغيره من المسارح مثل مسرح الهلال وغيره، قدمنا عن الإنجازات الفلسطينية للمقاومة حقيقة مثل مثلا خطف شاليط والأسرى، قدمنا مثلا عن عذابات الأسرى داخل السجون بشكل إنساني لوزارة الأسرى، كان من إنتاج وزارة الأسرى وكان إخراجي. أيضا تكلمنا عن دور الشرطة الفلسطينية وتضحياتها بشكل عام لصالح الشرطة الفلسطينية، كان إنتاج المكتب الإعلامي للشرطة الفلسطينية. قدمنا أوبريت آخر للشرطة النسائية لأنها كانت يعني لها إنجازات كبيرة وخاصة في قطاع غزة، فقدمنا لهم. وقدمنا كثير من القضايا كمسرح، قدمت بفضل الله عز وجل يعني كثير من إخراج الكليبات وعرضت على قناة الأقصى الفضائية، أيضا كثير من الأفلام الوثائقية
قدمتها عن فلسطين وعن بعض القيادات ومسيرتهم يعني، وعرضت على أيضا قناة الأقصى الفضائية. قدمنا بعض الأعمال الأوبريتات اللي كانت تقدم نماذج تربوية وإرشادية، قدمناها في مهرجانات وقدمناها، وهذا كله كان بفضل الله عز وجل يعني من إخراجي. يمكن التنوع الحاصل في شخصيتي كتخصصات أكاديمية وكما كأعمال مهارية منذ 20 سنة وأكثر، الدمج الحاصل لم يحصل فيه التشتت بفضل الله، بل أنا أعتبر أنه زاد ثقافتي. جميل. سواء حتى على مصعيد الإعداد وكتابة السيناريو، من أهم صفات المعد وكاتب المحتوى الثقافة الواسعة، فأنا أعتبر أنه يعني وجودي في أكثر من تخصص هو زاد ثقافتي، بل تخصصي وليس ثقافتي في كثير من الأمور، وهذا حقيقة أعطاني إثراء وأعطانا أثر بفضل الله عز وجل. أسأل الله أولا وأخيرا الإخلاص والقبول. فيعني هذا جزء من الأعمال. أيضا دخلنا على الدراما التلفزيونية، كنت يعني بفضل الله عز وجل المشرف العام والمنتج الفني على الفيلم يعني السينمائي في سينما المقاومة الفلسطينية عاشق البندقية، وكان يتحدث عن الشهيد القائد عوض سلمي التي استلم الراية من عماد عقل بعد مرحلته، وسبقه طبعا فيلم عماد عقل، وكان أيضا هذا الفيلم من إنتاج قناة الأقصى الفضائية، ويعني بعده فيلم عاشق البندقية، وبعد فيلم عاشق البندقية بدأت مسيرة إنتاج المسلسلات يعني المقاومة التي كانت تعرض على قناة الأقصى الفضائية، والأفلام وكانت من إنتاج قناة الأقصى الفضائية، وبعد ذلك من إنتاج دائرة الإنتاج الفني في حركة حماس، يعني كانت الأكثر إنتاجا والأكثر غزارة في إنتاج الفن المقاوم وسينما المقاومة الفلسطينية. بفضل الله عز وجل الله وفقنا إنه يعني نقدم ورقات عمل حول سينما المقاومة الفلسطينية ورؤيتنا إلى أين الثقافة الفلسطينية وإلى أين الفن الفلسطيني المقاوم. قدمت ورقة عن استراتيجية يعني اللي هو الثقافة الفلسطينية في الخطة الخمسية اللي كانت مقدمة لوزارة الثقافة الفلسطينية في عهد وزير الثقافة الدكتور محمد المدهون، وكنت رئيسا لرابطة الفنانين الفلسطينيين أيضا لسنوات، قدمنا خلالها الحمد لله رب العالمين اتفاقيات في مصر مع جهات فنية، في إيران، في تونس، ذهبنا وأوصلنا صوتنا مع فرق فنية وتراث فلسطيني، قدمنا من خلاله المظلومية الفلسطينية، وقدمنا في القوة الفلسطينية والحق الفلسطيني، يعني أينما توجهنا من خلال الفن كان لنا صوت الحمد لله. يعني قدمت ومنذ أكثر من 15 عاما وموثق في مواقع يعني الإلكترونية، نشرت كثيرا على ثغر التعبئة والتثقيف تجاه الحق الفلسطيني من خلال الفن والقوى الناعمة، قدمت مقالات عديدة منشورة على العديد من المواقع والقنوات، بل تمت استضافتي على قنوات فضائية كثيرة وعديدة، ويعني مئات المرات يعني يمكن تجاوز 1000 مقابلة أتحدث سواء في الخارج أو في الداخل، قنوات مصرية، قنوات تونسية، قنوات يعني عربية بشكل عام، تحدثت عن المظلومية الفلسطينية، تحدثت عن القوى الناعمة ودورها في معركة التحرير مع الصهاينة، تحدثنا بشكل تعبوي وبشكل يعني يعزز الوعي عند الجمهور العربي والإسلامي وحتى الإنساني لدى الغير. فيعني الحمد لله رب العالمين، نسأل الله أن يستعملنا ولا يستبدلنا، أن يقبل منا يعني هذا كله ويزيدنا إن شاء الله حتى نلقى الله.